أهلا بكم، نبدأ جولتنا على مختارات من أعمدة الرأي والمقالات بعلى الشرفة للكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ طاهر المعتصم، ومن صحيفة السوداني الدولية التي جاءت هذه المرة بعنوان منذ العام 1902 وحتى يرث الله الأرض. يبتدر المعتصم زاويته بالقول: حسنا فعلت وزارة الخارجية السودانية وهي تلقم حجرا لمثيري الفتنة في إثيوبيا. فبيان الخارجية الإثيوبية تعدى كل خطوط اللباقة وحمل اتهامات غير مقبولة البتة، وهو يحاول أن يلقي باللوم على القوات المسلحة السودانية متهما إياها بأنها تنطلق خلف أجندة طرف ثالث. ويقول الكاتب: بيان إثيوبيا حاول أن يلقي اللوم على المكون العسكري السوداني كأن الشعب السوداني صاحب الثورات والانتفاضات منذ ثورة الإمام المهدي ضد المستعمر وحتى ثورة ديسمبر 2018 المجيدة لا يملك زمام أمره، وكأن جيشنا الذي عرفته مجاهل المكسيكي قبل عشرات السنين يمكن أن يخضع للأجندة. ويستمر المعتصم ويقول: من الواضح أن الداخل الإثيوبي يمور والأرض تهتز منذ انطلاق حرب إقليم التيغراي التي كانت قمة جبل الجليد. فقومية الأرومو تطالعنا ببياناتها مرة بعد مرة منذ مقتل المطرب الشعبي الشهير واعتقال القيادي جوهر محمد، وقبل شهور صدمنا مقتل قائد الجيش في إقليم الأمهرة وحديث عن محاولة انقلابية. ويقول الكاتب: الغريب في الأمر أن هذه البلاد تأتمن الجيش الإثيوبي ضمن قوات حفظ السلام الأممية في منطقة أبيي. الجنود الأثيوبيون الذين يفوق عددهم 4000 جندي يقضون أيامهم في أبيي بين السودان وجنوب السودان، يتمتعون بدولارات الأمم المتحدة ويشكلون وجودا داخل الأراضي السودانية، فمتى يلحقون بسلفهم ينمت. ويختم المعتصم زاويته بالقول: طرف داخل مركز القرار الأثيوبي يريد أن يخالف وقائع الجغرافيا والتاريخ، فهذه الأرض لنا بجلباب رجالها وعماماتهم وثياب نسائها الزاهية، ومنذ العام 1902 حسب الاتفاقية التي وقعها الإمبراطور مليك الثاني مرورا بميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، وإلى استشهاد الطفل الذي يبلغ عاما قبل شهر، وإلى أن يرث الله الأرض تظل أراضي السودان.